مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. وزي ما قلنا في البدايه النهارده معانا موضوع مهم بيهم كتير من البنات، هو اللينسز او العدسات اللاصقه للبنات اللي بتحب ان هي تغير في اللوك بتاعها او شكلها. في بنات كتير بتستعمل اللينسز بغض النظر عن نوعها، ممكن ما تبقاش عارفه ان مصدر اللينسز جايه منه. في اضرار لللينسز اكيد على المدى القريب او المدى البعيد، وكمان هنتكلم النهارده عن مكياج العيون وطريقه ازالته بطريقه صحيحه علشان ما يحصلناش اي مشاكل في عينينا. النهارده هيكون معانا دكتور حازم عبد الحميد، مدرس واستشاري طب وجراحه العيون. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا النهارده في لايف كلينك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. في الاول يا دكتور، بما اننا في فصل الشتاء عايزين نعرف ايه المشاكل اللي العين بتواجهها في فصل الشتاء. مشاكل فصل الشتاء بتعتبر كحساسيات والتهابات ميكروبيه اقل بكتير من فصل الصيف. فصل الصيف اكتر شيوعا في الحساسيات واكتر شيوعا في التهابات الميكروبيه اللي هو اكتر امراض العيون اصابه وتعدادا. اذا امراض العيون كلها لو جبناها بالمجمل كلها تقل تعدادا في الشتاء وتزيد تعدادا في الصيف، انما الشتاء بيتميز بحاجات معينه بتيجي في الشتاء اكتر منه في الصيف، زي مثلا امراض المناعيه في العيون كلها. كل امراض مناعيه في العيون بتبتدي معظم انواعها زي الالتهابات القزحيه والالتهابات الخلفيه والالتهابات الشبكيه والالتهاب الامني القرني المناعي والالتهابات المناعيه كلها في العين في الجفون والملتحمه، كلها بتيجي اكتر في الشتاء من الصيف. ليه؟ لان الجهاز المناعي اصلا بيتاثر بالشتاء اكتر. زي يعني مثلا على سبيل المثال الامراض المناعيه زي مثلا مرض الروماتويد او الروماتيزم المفصلي او كل الامراض دي بتيجي في الشتاء اكتر من الصيف عشان انخفاض درجه الحراره بيهيج جهاز المناعه اكتر منه في الصيف. يعني اي حاجه جهاز المناعه بيحمينا منها بتظهر في الشتاء. بتظهر. اذا نفس الفكره بتاعه الامراض زي اللوبس او الروماتويد او امراض المفاصل كلها بتزيد في الشتاء، نفس الفكره دي امراض مناعيه ما لهاش سبب ميكروبي او سبب حساسيه، مرض بمشكله نتيجه خلايا المناعه. خلايا المناعه بتنشط دايما في الشتاء اكتر من الصيف كمبدا عام. بس في انواع حساسيات، بعض انواع الحساسيات الخاصه بالبرد وخاصه بانواع التلوث او انواع المكياجات دي ما بتتاثرش، بتبقى زياده في الشتاء بس ما بتتاثرش في الصيف عن الشتاء. اذا كمجمل عام امراض الصيف اكتر، انما امراض الشتاء متخصصه شويه عن امراض الصيف. طيب احنا دلوقتي موضوعنا النهارده عن العدسات اللاصقه او لينسز. في البدايه دكتور، كتير مننا ما يعرفش يعني ايه هي العدسه دي، مصنعه من ايه وبتعمل ايه وبتتلون ازاي. العدسات اللاصقه كمبدا عام معظم العدسات المستعمله الاكثر شيوعا بالنسبه لو بنسال على العدسات الملونه او العدسات الطبيه العاديه مصنعه من ماده زي المطاط. الماده دي انواع، في منها ماده اسمها بي ام اي وفي ماده اسمها بينفكون وبيفلون وانواع كتير، وفي ماده اسمها هيما ودي اكتر المواد شيوعا في تصنيع العدسات. الماده دي ماده مطاطيه. فكره العدسه اللاصقه انها لما بتيجي تتحط قدام القرنيه بتغير السطح بتاع القرنيه فتدي مقاس مختلف عن مقاس القرنيه. لو الانسان ده عنده درجتين خسر نظر، القرنيه بتبقى قوتها 42 درجه، لو هو عنده درجتين خسر نظر السطح الامامي بتاع القرنيه بيبقى قوته 42 درجه بلا 44. فالعدسه اللي بتتحط تبقى 42 فتغير سطح الامامي فيروح مقاس النضاره بالعدسه. ده بالنسبه للعدسات الطبيه. العدسات الملونه، العدسات الملونه بيبقى في لون، هي انواع العدسات الملونه، في لون بيبقى امامي في السطح الامامي في العدسه، طبقه اللون بيبقى برنت يعني حاجه زي التاتو كده زي الوشم. بتدي المناطق الملونه في الطبقه في العدسات اللي محطوطه على السطح الامامي دي بتبقى اكتر احتكاكا ببطن الجفن. الطبقه الملونه اكتر احتكاكا بحركه الرمش، حركه العين تبقى اكتر احتكاكا ببطن الجفن من الداخل، ودي اكتر الانواع مسببه للحساسيه. هي ليها من بعض المميزات انها ما بتعملش برنت جوه مع القرنيه، لان في انواع عدسات ملونه من الداخل وفي انواع عدسات ملونه من المنتصف، دي افضلهم. يعني في وسط طبقات العدسه بيجي اللون. الامامي عيبها انها اكتر احتكاكا بالجفن وبتعمل حساسيه اكتر، ومع الوقت حساسيه في العين بتعمل حساسيه لان بطن الجفن حساس جدا لاي خشونه، اي درجه خشونه. لذلك العدسات اللي هو بيدي سمك للعدسه بتاعت العين. بالظبط. اذا درجه اللون لما تبقى مطبوعه امامي في العدسه بيبقى الجفاف اكتر، عدم استواء سطح الماء على سطح العدسه نتيجه التعرجات بتاعه درجه اللون زائد درجه الحساسيه بتبقى اعلى. لو اللون خلفي بتبقى دي مشكله في القرنيه. ازاي؟ لان القرنيه بتتنفس اكسجين الخلايا السطحيه بتاعه القرنيه من الهواء، تاخده مباشره من الجو ما بتاخدوش من الدم، لان الدم ما بيدخلش في القرنيه، القرنيه شفافه زي الازاز. وبالتالي الاكسجين نفاذيته في العدسات اللي الصبغه اماميه اعلى من العدسات الصبغه الخلفيه. بمعنى ايه؟ ان العدسه دي مصنعه من ماده فيها مسام صغيره جدا، المسام دي بتعدي الاكسجين من الهواء للداخل. لذلك العدسه لما تنشف في العلبه، نصيحه للسيدات والشباب، لما يلاقي العدسه دايما محطوطه في محلول
لو سابها في العلبة ونشفت بتتجمد تبقى زي قشرة سمكة، تبقى مادة سمجة كده، مادة صلبة زي البلاستيك تتجمد. لو رجع عليها المحلول تاني تفك تاني وترجع طبيعية تاني. هو يعرف ان 50% من المسام لو قعدت كذا ساعة 50% من المسام اتسدت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العدسة قلت كفاءتها. العدسة مش يعني شكل لو بس، لو حطيناها تاني على العين ما تبقاش بالكفاءة اللي هي كانت بيها الاول. بالظبط، هتعمل حاجة اسمها اختناق في خلايا السطحية في القرنية. يعني ايه؟ كمية الاكسجين اللي بتنفذ من خلال العدسة للداخل العين هتقل. الخلايا السطحية كلها تعاني من نقص الاكسجين. لو الموضوع ده اتكرر كذا مرة يلاقي اعراض معينة البنت او الولد اللي بيلبس عدسات، يلاقي يلبس العدسة حمار شديد وتقل في عينيه ويصدع مش زي الاول. ده نقص الاكسجين في الخلايا الامامية. عروق حمر تبتدي بعد لبس العدسة بساعة او اتنين او تلاتة. مش في الاول، مش في اول ساعة، بقى لسه الاكسجين فيه نسب منه في المية السوائل اللي حوالين العين، فبتبقى الخلايا الاكسجين ماشي فيها. يبتدي يراجع العدسه. اذا كمعلومه اساسيه، لو العدسه نشفت في المحلول، لو العدسه جرى لها اي طريقه من طرق الضغط او الكحت او الكشط، كل ده بيأثر فيها. اذا السطح الامامي بتاع العدسه لازم يكون مستوي ومعتدل عشان يوزع طبقه الميه وما يحكش في الجفن. لو انا جبت عدسه مثلا مكشوطه كشطه اماميه او محكوكه حكه بضافر او هي الطبع عليها علامه، العلامه دي طول ما الجفن بيتحرك عليها الجفن طالع نازل امامها بيحصل له التهاب، بيحصل له بالظبط احتكاك. المفروض الطبيعي ان بين الجفن والعين ما فيش اي نسبه احتكاك نهائيا. لزوجه تامه في نسبه الاحتكاك ده مولد للالتهابات، مولد كان انا بجرح الجفن تدريجيا مع الوقت. وبالتالي يحصل الحساسيه او الالتهابات. دي احد البوتنشيشن او الحاجات المؤثره مبدئيا تبتدي تبدا الحساسيه وتبدا الالتهابات. طب وعن انواع اللينسز نفسها يا دكتور، يعني الناس تجيب اللينسز حاجه موثوق منها منين؟ احنا دلوقتي بقت بتتباع عند الكوافيرات مثلا. في انواع خاصه في نسب الميه في العين دي، لو اتكلمنا عن اكبر مشكله في العدسات اللاصقه هي مشكله الجفاف. العدسه اللاصقه بتمص الميه نتيجه المسام الكتيره اللي فيها وتبخرها في الجو. اذا نسب الميه في البني ادم العادي من 60% من طبقه 60 مايكرون سمك الطبقه لغايه 90 مايكرون. اذا طبقه الميه الثابته اللي حوالين الدموع، في طبقه ميه ثابته قدام العين بين العين والجفن. الطبقه دي لو لمسنا اي عين واحد هلاقي على العين ايدي حاجه ميه بسيطه. اذا الميه دي ثابته واقفه في العين، هي دي اللي بتدي لمعه العين. الجفاف مع العدسات اكثر شيوعا، دي اكثر دي يعني 98% من مشاكل العدسات كلها بتبتدي بالجفاف او بتلف حوالين الجفاف. اذا لما نيجي نقول مشكلتنا الاساسيه هي الجفاف، في عدسات اكثر استهلاكا للميه. حتى العدسه عندنا نسبه الووتر كونتنت فيها او نسبه الميه جوه سطح جوه جسم العدسه نفسه، ما هي مطاط، اي مطاط يفرق عن بلاستيك ماده صلبه ايه؟ ان المطاط فيه نسبه ميه اعلى. نسبه الميه من 36 ل 48% في العدسات. لما نيجي نقول طب نسب الميه الاعلى في العدسات للي عندهم جفاف اكتر، والعكس بالعكس. اذا الميه لو زايده نسبه الحساسيه بتزيد في العدسه، نسبه التعرض للحساسيه تزيد، والميه لو اقل نسبه الجفاف تزيد. طيب لما نيجي ندرس العدسه، اذا العدسه كانواع هي مناسبه لكل عين على حده. يعني ايه؟ مفيش مثلا نوع حلو ونوع وحش. دي فكره شائعه اقوله دايما، بتيجي تقول لي انا عايز النوع الفلاني اصله حلو، مع ان هو بالفحص بتاعها نلاقيه هي عندها درجه جفاف مش مناسب ليها، مش مناسب لعينيها. بس صاحبتها قالت لها ده ريحني. لا، هو ريح صاحبتها مش هيريحها هي. اذا الانواع يفضل الاختيار السليم في نوع العدسه مطابق لمستوى العين ونظامها. مستوى الميه بتاع العين، هل العين دي بتعاني من جفاف بسيط؟ احنا بننصح الجفاف المتوسط او العالي بعدم لبس العدسات نهائيا. هي ما ينفعش اصلا اي نوع عدسه ما ينفعش. الجفاف البسيط هو ده اللي مشكله، لان نسبه الميه الجفاف البسيط ده من فوق 65% طبقه الميه لغايه 90%. ده البني ادم الطبيعي، هو مش حاسس بحاجه. هو لو خرج في شويه هواء يحس بس ان حرقان خفيف او الصوره شبرت شويه او زغللت معاه شويه. ده جفاف بسيط. لما يجي يلبس العدسه يقوم يتحول من جفاف بسيط لجفاف متوسط او شديد، لان العدسه بتستهلك نسبه ميه اكتر. ده محتاجه ميه عشان تتحرك بالظبط، غير انها بتمتص الميه، هي عامله زي السفنجه بتمتص طبقه الميه في المسام الكتير بتاعتها دي، وبالتالي بتبخرها بنسبه اعلى في الجو. اذا نسبه التبخير الميه من العين بيبقى اعلى. نسبه التبخير من العين ثابته زي نسبه التبخير من الجلد. الجلد بيبخر ميه والتنفس بيبخر ميه، نسبه فقدان الميه عن طريق العين نسبه ثابته. بتزيد النسبه دي للضعف مع لبس العدسات اللاصقه. اذا انا بس بفقد كميه ميه، الميه الثابته دي غير الميه الانفعاليه. يعني ايه الميه الانفعاليه؟ ان الواحد لما ينفعل يعيط، ده مش ملهاش دعوه بالجفاف خالص. دي حاجه غير خارج الجفاف نهائيا. دي قناه دمعيه بالظبط، دي غده دمعيه تانية خالص. ملهاش دعوه بالافراز الثابت. الافراز الثابت ليه مكان تاني. يبقى اذا اللي يقول لك انا بنفعل بعيط ده ملوش دعوه، هو عنده ملوش جفاف دعوة. بل بالعكس. طيب، ده في بعض حالات الجفاف بيزيد الدموع. اوكي، هنكمل كلامنا بس هناخد فاصل سريع ونرجع مره ثانيه.
مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل مع دكتور حازم عبد الحميد مدرس استشاري طب وجراحه العيون. واحب افكركم لو عايزين تتواصلوا معانا من خلال التليفون ان رقمنا هو 2575-6810. دكتور كنا بنتكلم عن اللانسز وعن اضرارها، مين اللي يقدر يلبس لانسز ومين ما يقدرش، واللي بيلبسها يلبسها مده قد ايه وبعدين يقلعها ويغيرها امتى ويجيب واحده جديده، الحاجات دي كلها عايزين نتكلم فيها. بالنسبه لانواع الجفاف المتوسط والشديد ده بننصح عدم لبس العدسات نهائيا. بالنسبه للحساسيات الخاصه كلها، يعني مثلا الواحد عنده حساسيه نتيجه ارتفاع هرمون الغده الدرقيه، او عنده حساسيه في عينه في الملتحمه لحاجه معينه، او عنده حساسيه مسجله زي الرمد الربيع، او انواع الحساسيات الخاصه المناعيه او غيره، كل انواع الحساسيات كلها بننصح ان العين ده ما يلبسش العدسات اللاصقه نهائيا. دي بالنسبه للحساسيات الخاصه. في حساسيات تبقى مسببه، واحد خرج في شويه عفار جاله حساسيه، لا ده ما فيهوش مشكله، بس العدسات بنلبسها بالمتابعه في اللي عنده جفاف بسيط. اللي عنده جفاف بسيط لازم اتابعه، اعمل له فايل متابعه واتابعه كل شهر او كل شهرين يجي لي كزياره. بعد كده لو هو حصل له الجفاف البسيط اتنقل لجفاف شديد حتى مع القطرات، يبقى في الحاله دي لا، بنمنع العدسه، يوقف العدسات، العدسه وتمنع نهائيا، يتعالج الاول بعدين يستعملها مره ثانيه. يفضل ما يستعجلهاش، لان الجفاف مش هيتحسن بعلاج الا وقتي وهيرجع ثاني وهمع العدسات هيزيد. طب احنا ناخد معانا اتصال تليفوني. الو الو ايمان. الو 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 ايوه اتفضلي. الو ايوه مساء الخير. الو ايوه معاكي اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور حازم؟ طبعا اتفضلي دكتور. اتفضلي معاكي. اتفضلي. ممكن تعلي صوتك شويه؟ سامعه كويس. اتفضلي يا فندم اتفضلي، علي الصوت. انا مش سامعه كويس لو سمحتي. علي الصوت حضرتك، علي الصوت. الو احنا معاكي. طب علي صوتك واحنا هنسمعك ونرد عليكي. طيب انا بس بحب اشكر دكتور حازم جدا لانه بجد عمل لي عمليه وانا مبسوطه جدا لانه شفت على الشاشه دلوقتي، وبشكره جدا على طب احنا متشكرين جدا يا ايمان. قولي السؤال بتاعك يا ايمان اللي كنت عايزه اساليه على الحلقه. الو طب تقريبا الو ايمان تقريبا الاتصال اتقطع. أيوة. حاولي تكلمينا مره تانية. بشكرك. حاولي اتصلي تاني. نرجع لموضوع العدسات اللاصقه. كنا بنقول ان الجفاف المتوسط والجفاف الجفاف المتوسط والجفاف الشديد يمنع نهائيا. الحساسيات الخاصه كلها تمنع نهائيا عند لبس العدسات. الحساسيات المكتسبه بتظهر بعد لبس العدسه بشهر او اتنين. لو هي غير قابله للعلاج او غير مستجيبه للعلاج يفضل برضه منع العدسات اللاصقه. اذا بنمنع العدسات اللاصقه على 30% من البني ادمين تقريبا، وبنبيحها على 70% من البني ادمين تقريبا بعد كنسبه عامه في البني ادمين. اذا اهم حاجه ان لما يجي مشكله في العدسات اللاصقه، زي مثلا مشكله جديده زي التهاب القرني تفاعلي او قرحه القرنيه او التهاب صديدي في القرنيه او اي مشاكل شديده، المشاكل دي تؤثر مع الوقت على مستوى الرؤيه. لان احنا عندنا حالات عامة ناتجه عن العدسات اللاصقه نتيجه التهاب القرنيه او التهاب خراج القرنيه او دم الصديد القرنيه، ده ناتج عن خطا في لبس العدسات والمتابعه والاصرار على اللبس مع النصح بعدم اللبس، وعندنا حالات كتير مسجله في كده. فلما تيجي الحالات دي نمنعها، لازم العين يستجيب، لان المنع ناتج عن ان هيحصل مشكله اكبر من الجفاف، مشكله اكبر من الحساسيه مع الوقت مع الاصرار على اللبس. ده خلينا نقول ان اللي يلبس عدسات لاصقه لازم الاول يروح لطبيب العين. يفضل 100% حتى لو اشتراها من اي مصدر، يفضل ان ياخدها ويروح بيها لطبيب العين يشوفها اخبارها ايه، هل هتنفع معه او لا. ويفضل كمان ان هو اهم نصيحه ان هو حتى لو بنت اشتريتها من كوافير او من اي حته وبعدين تعبانه بيها، يفضل انها ما تحاولش برضه تصير، لان دايما المشاكل الكبيره ما بتحصلش في اول شهر من لبس العدسات، لا بتحصل دايما بعد 5-6 أشهر من الاصرار الشديد على اللبس. التعب موجود من اول شهر وتاني شهر وتالت شهر مع الاصرار مع بيزيد. الاصرار باللبس ما يحصلش مثلا مشكله مؤثره على النظر وتؤدي الى العمى بعد شهرين من لبس العدسات، لا يعني ممكن العدسات تؤدي الى العمى. ده مؤكد، عندنا حالات ريكوردت كتير جدا. انا عندي اكتر من 50 حاله في سنه ونص مثلا، عباره عن ايه؟ انها بتعمل صديد على القرنيه او التهاب قرني او قرحه في القرنيه مع الوقت سطحيه، تبتدي برضو مع الاصرار على اللبس يبتدي العلاج ما يجيبش نتائج في الاول او ما راحتش تعالج في الاول، يبتدي تعمل حاجه اسمها سحاب على القرنيه لون العين، تفضل برضو مصيره لابسه على اللينسز. والله انا عندي حالات بعد ما عالجنا سحابه في القرنيه وعملنا تغيير قرنيه، بنشيل القرنيه وبنزرع قرنيه ثانيه، عامل زرع قرنيه، عايزين يلبسوا عدسات ثاني. طب احنا معانا فاتن. الو الو فاتن. السلام عليكم. وعليكم السلام.
ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. سلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك انا في سني 58 سنه، بس انا بسمع عن الميه البيضاء وخايفه منها جدا، فانا عايز اعرف ايه اعراضها وايه الوقايه منها، او عشان ما تجيليش الميه البيضاء اعمل ايه؟ الميه البيضاء حضرتك نسبه 58 سنه. في اي سؤال تاني مدام فاتن؟ شكرا ليكي، هنرد عليكي. بالنسبه للميه البيضاء السنيه بتيجي بعد ال 55 في نسب بتتراوح من 30 ل 40% من بني ادمين، فوق ال 70 بتوصل ل 90%. اذا هي الميه البيضاء اللي هي بتتكلم عليها اللي هي خايفه منها بتيجي مكتسبه عن طريق السن. كل ما السن يتقدم البني ادم بيحصل له نوع من انواع الايج تشينجز او التغيرات السنيه، منها الميه البيضاء، زي بيضاض الشعر، زي ترهل الجلد، زي السنيات الجلديه، يحصل ميه بيضاء في العين. اول عرض ليها واهم عرض الوحيد المؤكد للعين اللي بيحس بيه انخفاض بطيء في الرؤيه. العين يشوف زي شبوره، مستوى الرؤيه في البعيد وفي القريب بينخفض تدريجيا وعلى مدى وقت طويل. دي اهم اعراض الميه البيضاء. ده الميه البيضاء السنيه اللي هي بتتكلم عليها. الميه البيضاء اللي هي بتتكلم عليها غير مصاحبه بالام، غير مصاحبه باي احمرار او اي تفاعلات او اي مشاكل خالص غير كده. هو انخفاض تدريجي مستمر غير متوقف، ما بيقفش، بروجريسيف في مستوى الرؤيه. وده تغير سني، بس اطمنها ان هو في سنها ده احتماله فوق اقل من 30% او حوالي 30% في 58 سنه. فبنقول مش شرط يبقى هي مش شرط انه يجي. لو هي مثلا عندها 68 سنه نقول احتمال عالي شويه عن 58 سنه، فهي ان شاء الله ما يجيش خالص. وهناخد اتصال تاني معانا. ماجده، الو الو ماجده، الو ماجده. ايوه ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسأل الدكتور، عندي بنتي 28 سنة، ف يعني كان يعني اتعصبت شوية، ف بعد كده بصيت هي بتلبس عدسات، بعد كده بصيت لقيتها جالها عتامة، يعني مش شايفاني، وعينيها كده زي اتحجرت، يعني ما فيهاش دموية ولا روح، يعني ببص في عينيها لما اتصدمت ان هي مش شايفاني. ده مرة واحدة بقت مش شايفة ولا حصل تطور؟ يعني عميت، يعني العتمة دي في لون ابيض دخل على، فمش عارفة نتيجة ده ايه. وهي راحت للدكتور وادها قطرة وكده، بس يعني انا خايفة يجرى لها الموضوع ده تاني. هو قال يعني يا ريت ما تتعصبيش تاني، فمش عارفه ايه العلاقه بقى عدسات تعصب، يعني العتامه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي. بس العتامه راحت بعد يعني بعد حوالي كده ربع ساعه. العتامه دي لون ابيض ظهر في القرنيه نفسها. الو، العتامه دي لون ابيض ظهر في القرنيه في دايره المقوله بتاعتك؟ لا لا مش لون ابيض. الو. ايوه ايوه معاكي. صوت ضعيف قوي. هو لا مش حاجه بيضة، لا هي عينيها كل قدامي كان، بس ما فيش روح ولا دمويه، بس ما فيش لا بياض ولا حمار ولا اي حاجه. لمجرد حسيت انها قدامي كده يعني عاميه بعد. طب هي كانت ساعتها بتعاني من شبوره او انخفاض في الرؤيه؟ نعم. ساعتها ساعه العتامه ما حصلت كانت هي بتعاني من شبوره او انخفاض في الرؤيه؟ لا، قالت لي انا مش شايفه قوي. اي سؤال كده مستغله؟ نعم. طب شكرا يا مدام ماجده، وهنرد عليكي من التليفون. من هو اللي هي بتتكلم عليه ده اللي بتقول لك ما فيش روح ولا في لمعه للعين، ده نوع من انواع الجفاف السطحي المكتسب من طريق العدسات. ده استعمال خاطئ في لبس العدسات وتوقيت خاطئ في لبس العدسات، والشخص غالبا خاطئ في لبس العدسات. بيحصل ان العين بتفقد لمعتها، تبقى مطفيه. عارفه حضرتك زي الازاز لما يبقى لميع بيعكس الضوء، وزي الازاز المصنفر لما ما بيعكسش الضوء، فالعين بتفقد اللمعان بتاعها تماما كبياض واسمرار. ده اللي هي بتتكلم عليه، بيحصل شبوره في الرؤيه معاها. ده اللي بيخلينا نرجع ونقول ان لازم اي حد هيستعمل عدسات لاصقه ان هو لازم يتوجه الاول لطبيب العيون. دكتور حازم عبد الحميد، مدرس استشاري طب وجراحه العيون، نورتنا النهارده، بشكر حضرتك. الف شكر يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا. بكره ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد بلايف كلينيك.